الآن عامل تقدم في المغرب. اعتبر السيد محمد الأشعري وزير الثقافة والاتصال السابق الذي حل ضيفا على ملتقى وكالة المغرب العربي للأنباء المنظم احتفاء بالذكرى 60 لتأسيسها والذي تمحور حول سؤال هل الصحافة الآن عامل تقدم في المغرب؟ اعتبر أن خصائص الوضع السياسي المطبوع بالجمود وفشل الإصلاح في قطاع الإعلام يعدان المعيقان الأساسيان اللذان يحولان دون أداء الصحافة لمهامها في مواكبة التنمية في مختلف المجالات. شنو هو اللي كيدعو على الارتعاش؟ هو التصرف ديال السلطات العموميه مع الصحافه. وبخصوص الإصلاح في مجال الصحافة فقد حرص السيد الأشعري على التأكيد بأنه لا يمكن بناء صحافة حرة إلا في إطار نظام ديمقراطي حر، حيث أوضح أن الدعوة لإصلاح قطاع الصحافة تنبني على ثلاث مرتكزات: أولها العمل من أجل إرساء تشريع متقدم يضمن حرية التعبير، وثانيها إرساء قواعد تنظيم ذاتي من أجل حماية شرف المهنة وفرض أخلاقياتها، أما المرتكز الثالث فيتعلق بإصلاح الإعلام العمومي. أما بخصوص إصلاح الإعلام العمومي فقد رأى ضيف الملتقى أنه بعد عقدين من الإصلاح فإن هذا الإعلام لم يشهد تغييرا ملموسا للأفضل. وعن تقييمه الإجمالي للوضع الراهن للصحافة فقد قال السيد الأشعري أنه ما زالت هناك بؤر ضوء يمكن تطويرها مستقبلا، مشددا على أنه في كل الديمقراطيات لا توجد مكتسبات نهائية وأن هناك دائما خطر التراجع إلى الوراء.